تعالوا نروح بقى ايه لتقرير لطيف جدا. التقرير ده من تل بسطة، ده مهرجان تل بسطة، اول واحد يبقى اول دورة للموسيقى والغناء. تل بسطة فين؟ في الشرقية، من عند اشرف صاحبي. المهم الشرقاوة دول برضو يجننوا بصراحة، يعني ليه اكتر من صديق في الشرقية، اصدقاء اصدقاء احبهم من قلبي يعني. طبعا جودة، عارف ان انا هقول جودة طبعا مما لا شك فيه، النائب الفاضل احمد عبد الجواد، وطبعا اشروفي المهم زميلي العزيز. تل بسطة او مهرجان تل بسطة هو المهرجان في دورته الاولى للموسيقى والغناء. حلو. المهرجان بدأ بالفعل يوم 20. طيب هو بيستهدف ايه؟ بيستهدف تشجيع السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والاثري لدى المواطن. خد بالك اغلبنا ما بنتعاملش مع الشرقية باعتبارها مركز سياحي ومركز حضاري خالص. احنا بنتعامل مع الشرقية محافظة من ضمن محافظاتنا ال 27، اهالينا يعني واصحابنا وحبايبنا، وفيها مناطق ريفية بديعة، وان الشرقوة طيبين وكرمة. الشرقية مليانة مليانة بالارث والموروث الحضاري بمنتهى الثراء، وده يمكن حاجة من ضمن اكتر الحاجات اللي عاملها او اللي مستهدفها المهرجان بتاع تل بسطة. وهنا بقى هتبدا تشوف ازاي دور القوى الناعمه في تطوير المجتمع وفي خلق اليات جديده لتطوير وتنميه المجتمع المحيط. شوفوا التقرير لانه بجد هتتبسطوا. برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يعلو رايات التنوير خفاقة في ربوع مصر، فبالأمس القريب أضيء الجنوب بمهرجان دندرة في محافظة قنا ومهرجان أبيدوس في محافظة سوهاج، واليوم تتوجه بوصلة الإبداع إلى الشمال لتشرق في شمس مهرجان تل بسطة الأول للموسيقى والغناء بمحافظة الشرقية. يعني إن شاء الله كل عام هنتقابل هنا في نفس التوقيت. هنشيل بلدنا على كتفنا، ولا حد يوم هيكتفنا. هنشيل بلدنا على كتفنا، ولا حد يوم هيكتفنا. ورينا مين هيخوفنا بقرب السماء. هو نهج في منتهى الأهمية، بيبين قد إيه التعاون المثمر ما بين الوزارات المختلفة، مع وزارة الثقافة بنتكلم على وزارة السياحة والآثار، بدأنا لعملية نشر الوعي الثقافي السياحي الأثري على مستوى الجمهورية. النهاردة في منطقة تل بسطة الشرقية، تل بسطة الاسم الجميل ده اللي جاي مشتق من كلمة باسطة القطة، هي منطقة أثرية في منتهى الأهمية، كانت هنا للمعبودة باسطة المعبودة القطة. مشتقنا لزمان أيام مكان، هنا في المكان ده للدار أمان، ومفيش بيبان مقفولة بينا. كنا بكلمتين نضعف لبيب، وزعلنا يهدى. أيام زمان أيام مكان، هنا في المكان ده مقفولة. يأتي هذا المهرجان في إطار التلويج للحضارة المصرية بالمناطق الأثرية في محافظات الجمهورية، وتشكيل الوعي الثقافي، ومن ثم بناء الإنسان وربط تاريخه بحاضره ومستقبله، وغرس مشاعر الولاء والانتماء للدولة المصرية العريقة وما تحمله من إنجازات على مر العصور في نفوس أبناء الوطن. أي والله أي والله وحشونا الحبايب، والله وعيون الحبايب، والله.